يلا السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم. عندنا أليفات اثنين، هذا الأول وهذا الثاني. الأول تقريبا عمره سنة ونص، يعني سنة ونص إلى سنتين، صوت قوي برواز. الثاني عمره تقريبا 6 أشهر 7 أشهر، بس يزاوي في الطير ويطق جناح. الثاني ألافته أقوى من الأول، بس الأول صوته أقوى من الثاني. يعني صورتهم كل هاي التفاصيل صورتها، هسه راح يسمعون التغريد مالتهم. بالنسبة لهم كتغريد طبعا ما يسكتن اثنيناتهم، زين. يعني هسه هذا الألافة ما تشوفوه ثابت الطير بمكانه، ياكل من اليد بس ما جربته يطلع أو ما يطلع. هذا هم بريشة فوق المنقارة بيضة كلش حلوة، يعني فيكة برواز كلش قوي. نزلت فختيه حرق القفص، حرق من البرواز. هذا رقم واحد. هذا رقم اثنين ألافته أقوى، هذا يلاشي. يعني من شوفوه من يطق له إصبع يسوي حركات، شوفوه يطق جناحه لك. هسه قبل شوي طق جناحه لي برا، هسه بس شوي اروح واجي هم يطق الجناح، بس ألافته حلوه. يعني شوفوه يعني شوي طير ذكي يتعلم بسرعه، لان هذني مال الصبح، اليوم الصبح جابون حتى هاي الخلطه مال الوقايه باعوا المي جوزي بعدها جديده لهم. هسه راح ينزل التصوير مالتهن، تحياتنا.